بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، بعض الإخوة وبعض الأخوات يشعرون بآلام شديدة، ولكن الألم والسر يذهب عندما نرى بإذن الله تعالى تلك القصة لبعض الإخوة عندما ذهبوا للصيد، فإذا هم يرون ذلك الضب من مكان بعيد، فإذا بأحدهم ينظر إليه فإذا به يقول: إني أرى ذلك الضب رأسه كبيرا وجسمه هزيلا ضعيفا، فلعلنا لا نصطاده وإنما نقترب منه ونمسك به. فإذا بهم يقتربون فوجدوا عجبا، لقد وجدوا أن فم ذلك الضب قد خيط خياطة عجيبة، يا لله، لا يستطيع أن يأكل أو يشرب منذ شهور طويلة. فإذا بهم يفكون تلك الخياطة فيجدون في فمه سحرا. يا لله، ما أعظم إجرام ذلك الساحر، يقتل اثنين، يقتل إنسان ويقتل حيوان. ولكن أردت في هذا المقطع أحبتي أن أوصل أمرا عظيما، وهو أن هذا المسحور قد يكون رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الليل الأخير، وتذكر قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وتذكر قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحبتي، فلندعو الله فقد نحرك أحدا لفك السحر. اللهم فك سحر المسحورين، يا عظيم يا كريم، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. أسأل الله لكل من نشر هذا المقطع التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يحقق له ما يتمناه.